يعني الناس مختبئون تحت العافية، الناس مختبئون تحت العافية، فإذا وقعت المحن والفتن ظهرت حقائقهم. الفتن كاشفة وفاضحة للمنافقين والكاذبين، وأما إذا دخل فيه المرء متسلحا بالإيمان وبالعلم وبالعقل فإنه يخرج منه وقد ازداد إيمانا. أن تحدث هذه النوازل وأن تعالج هذه المسائل على يد الصحابة ليظهر التطبيق الإسلامي في عصر القدوة والتشريع. لكن الصحابة ثبت لنا بالنصوص الصحيحة القرآنية والنبوية أن الله أثنى عليهم وأن الله امتدحهم. في حروب الصحابة نرى نموذجا راقيا للقتال، القوم يتقاتلون ومع ذلك يصلي بعضهم خلف بعض، وإذا انتهت الحرب لم يجهز على جريح. هدفي أن أوضح كيف كان ينظر علي للفتنة، وكيف كان ينظر معاوية للفتنة، وكيف كان ينظر بقية الصحابة للفتنة، لماذا وقع بينهم القتال مع أنهم جميعا أرادوا الحق.